بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية. ودرسنا اليوم بعنوان مراجعة الوحدة الأولى، نواتج التعلم، التأكيد على نواحي القوة، علاج نواحي الضعف. نبدأ أسئلتنا بما تفسر ارتباط الثروة الحيوانية بالنشاط الصناعي في الوطن العربي، لأنها توفر المواد الخام الحيوانية اللازمة للصناعة مثل الجلود، وتصنع منها الملابس والأحذية، ومثل اللبن نصنع منه الزبد والجبن. بما تفسر الأغنام أكثر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي؟ بسبب فقر المراعي. المراعي في الوطن العربي فقيرة، لذلك الأغنام متطلباتها الغذائية قليلة، بتعتبر أكثر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي. بما تفسر تركز زراعة القمح في مصر؟ بسبب توافر ظروف زراعته من مناخ معتدل وتربة خصبة جيدة الصرف ومياه ري وفيرة. بما تفسر يعد الأرز أقل المحاصيل الزراعية انتشارا في الوطن العربي، لأنه يحتاج إلى حرارة مرتفعة ومياه وفيرة وتربة طينية ثقيلة، وهذه العوامل لا تتوفر في أغلب دول الوطن العربي. بما تفسر صعوبة اعتماد زراعة الأرز في شمال الوطن العربي على مياه الأمطار، لأن الأرز يحتاج إلى مياه وفيرة، والزراعة في شمال الوطن العربي تعتمد على مياه الأمطار وهي متذبذبة وغير ثابتة. بما تفسر الأهمية الاقتصادية لقصب السكر؟ يدخل في العديد من الصناعات مثل صناعة السكر والورق والخشب. بما تفسر قيام الحضارات في مناطق الزراعة في الوطن العربي؟ لأن الزراعة تساعد على الاستقرار. بما تفسر تنوع المحاصيل الزراعية في الوطن العربي؟ بسبب تنوع الأقاليم المناخية. بما تفسر أهمية الزراعة لسكان الوطن العربي؟ تمد السكان باحتياجاتهم من الغذاء، توفر فرص العمل للسكان، توفر المواد الخام اللازمة للصناعة، توفر رؤوس الأموال التي تستخدم في إنشاء العديد من المشروعات. بما تفسر حدوث ظاهرة التصحر بالوطن العربي؟ بسبب تفاوت كمية المطر وزحف الرمال والرعي الجائر وقطع الأشجار وزراعة المحاصيل المجهدة للتربة. بما تفسر اهتمام الدول العربية بتربية الدواجن للحصول على بديل للحوم الحمراء، وكذلك للاستفادة من لحمها وبيضها. بما تفسر غنى الوطن العربي بالثروات المائية المتنوعة بسبب ما وهبه الله من سواحل طويلة وبحار متعددة ومجاري مائية عذبة. بما تفسر تعد الأسماك أهم موارد الثروة المائية في الوطن العربي، لأنها تمد سكان هذا الوطن بغذاء بروتين أساسي يحميهم من الأمراض ويعوض النقص في الثروة الزراعية والحيوانية، كما أن زيادة الإنتاج السمكي بتؤدي إلى ازدهار مشروعات التصنيع التي من أهمها صناعة حفظ وتعليب الأسماك. بما تفسر قلة إنتاج الوطن العربي من الأسماك رغم طول سواحله؟ بسبب استخدام الصيادين الأساليب البدائية في الصيد وفي نقل وحفظ الأسماك، وبسبب التلوث الذي يؤدي إلى قتل أعداد كبيرة من الأسماك، وبسبب ترك السكان لحرفة الصيد واتجاههم إلى استخراج البترول والصناعة،
وبسبب الصيد في الأوقات الممنوعة أو باستخدام شباك ضيقة. حدد المحصول الزراعي الذي يستخدم في تصنيع كل منتج مما يلي: عندنا مجموعة من المحاصيل، رقم 1 كتاب يعني أوراق، 2 ملابس، 3 زيوت، 4 معلبات، 5 قهوة. هنضغط على كل منتج ونشوف المحصول الزراعي الذي يستخدم في تصنيع هذا المنتج. أول منتج عندنا رقم 1 الورق، بيدخل في صناعته قصب السكر، الملابس القطن، الزيوت الزيتون والذرة، المعلبات بتدخل في صناعتها الموالح، القهوة، البن. قارن بين كل من القمح والأرز في الوطن العربي من حيث موسم الزراعة وظروف الزراعة. عندنا هنا وجه المقارنة، موسم الزراعة وظروف الزراعة، هنقارن بين القمح والأرز. موسم الزراعة بالنسبة للقمح فصل الصيف، لأن القمح محصول صيفي، وبالنسبة للأرز فموسم الزراعة محصول شتوي، يبقى فصل الشتاء. ظروف زراعة القمح: يحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة، تربة خصبة جيدة الصرف. ظروف الزراعة بالنسبة للأرز: يحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة، مياه ري وفيرة، تربة طينية ثقيلة. قارن بين كل من قصب السكر والقطن في الوطن العربي من حيث موسم الزراعة والأهمية الاقتصادية. موسم الزراعة بالنسبة لقصب السكر محصول صيفي، بالنسبة للقطن محصول صيفي أيضا. الأهمية الاقتصادية لقصب السكر: يدخل في العديد من الصناعات مثل صناعة السكر والورق والخشب. الأهمية الاقتصادية بالنسبة للقطن: يدخل في صناعة المنسوجات، ومن بذور القطن نستخرج الزيوت والأعلاف. صنف المحاصيل الزراعية الآتية حسب التقسيمات الواردة بالجدول: عندنا حبوب غذائية، محاصيل صناعية وتجارية، أشجار مثمرة وفاكهة. عندنا القطن والموالح والتمر وقصب السكر والقمح والأرز. القطن محاصيل صناعية وتجارية، الموالح أشجار مثمرة وفاكهة، التمر أشجار مثمرة وفاكهة، قصب السكر محاصيل صناعية وتجارية، القمح حبوب غذائية، والأرز أيضا حبوب غذائية. صنف كل مما يأتي حسب مصدر المياه الذي تعتمد عليه الزراعة مستعينا بالجدول التالي: دلتا مصر، محافظة الوادي الجديد، واحد سيوة بمصر، السودان، السعودية، سواحل المغرب، اليمن. الحاجات دي كلها هنصنفها حسب مصدر المياه الذي تعتمد عليه، سواء كان مياه أمطار، مياه أنهار، مياه جوفية. دلتا مصر مياه أنهار، محافظة الوادي الجديد بمصر مياه جوفية، واحد سيوة بمصر مياه جوفية أيضا، السودان مياه أنهار، السعودية مياه جوفية، سواحل المغرب مياه الأمطار، اليمن مياه الأمطار. أكمل الجدول التالي: عندنا المصايد وأمثلة ليها والدول العربية الموجودة بها. رقم 1 جايب الأمثلة: المحيط الأطلنطي والبحر الأحمر والخليج العربي. يبقى دي المصايد إيه؟ مصايد بحرية الدول العربية الموجودة بها: المغرب، السعودية، الكويت. طيب هنا عندنا رقم 2 المصايد البحرية مثل بحيرات مصر الشمالية، بحيرة قارون، وبحيرة ناصر. رقم 3 المصايد النهرية
مثل نهر النيل ونهر الفرات في مصر والسودان والعراق. أكمل الجدول التالي: أكثر الحيوانات انتشاراً في الوطن العربي لفقر المراعي الأغنام، تتركز تربيته في مصر والعراق على ضفاف الأنهار. الجاموس تربى في مصر والمغرب والعراق. الخيول تقوم الدول العربية بتربيتها للحصول على بديل للحوم. الدواجن دلل على صحة كل عبارة مما يلي: يوجد في مصر جميع أنواع المصايد السمكية، حيث توجد المصايد البحرية مثل البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما توجد المصايد البحيرية مثل بحيرات مصر الشمالية وبحيرة قارون وبحيرة ناصر، كما توجد المصايد النهرية مثل نهر النيل. دلل على صحة العبارة: الثروة الحيوانية أهمية كبيرة في الوطن العربي، حيث أنها مصدر لغذاء الإنسان، توفر المواد الخام الحيوانية اللازمة للصناعة، تستخدم بعضها في النقل وأعمال الحقل. دلل على صحة كل عبارة مما يلي: تحتل مصر مركز الصدارة عربيا في إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية، حيث تعد أولى الدول في إنتاج القمح والأرز والقضن وقصب السكر. دلل: يكاد يحتكر الوطن العربي إنتاج التمور في العالم، حيث يمتلك الوطن العربي 90% من أشجار النخيل في العالم. دلل: امتلاك الوطن العربي موارد مائية عذبة متنوعة، حيث توجد به الأنهار والمياه الجوفية اللي هي الآبار والعيون، كما توجد الأمطار في مناطق متفرقة منه. دلل: يمكن إقامة مشروعات زراعية كبرى بالاشتراك بين الدول العربية، حيث تمتلك بعض الدول العربية رؤوس أموال ضخمة، وتمتلك بعض الدول العربية مقومات الزراعة الأخرى من أراضي خصبة ومياه وفيرة ومناخ متنوع وأيدي عاملة والسوق. ضع علامة صح أو خطأ أمام كل عبارة مما يلي: تحتاج زراعة القمح إلى تربة خصبة ودرجة حرارة معتدلة. العبارة صحيحة. تتطابق الظروف المناخية الملائمة لزراعة القمح وقصب السكر. العبارة خاطئة، حيث أن الظروف المناخية الملائمة لزراعة القمح وقصب السكر تختلف. القمح يحتاج إلى درجة حرارة معتدلة، وقصب السكر يحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة ومياه ري وفيرة. ضع علامة صح أو خطأ: تستأثر دول المغرب العربي بزراعة الأرز في الوطن العربي. العبارة خاطئة، حيث أن مصر هي التي تستأثر بزراعة الأرز في الوطن العربي. يمتلك الوطن العربي 90% من أشجار النخيل في العالم. العبارة صحيحة. يعتبر رأس المال من العوامل الطبيعية اللازمة لقيام حرفة الزراعة في الوطن العربي. العبارة خاطئة، حيث أن رأس المال من العوامل البشرية. قطع الأشجار من الأسباب التي تؤدي إلى التصحر. العبارة صحيحة. تقوم الزراعة في العراق بشكل أساسي على مياه الآبار والعيون. العبارة خاطئة، حيث أن الزراعة في العراق بتعتمد أو بتقوم على مياه الأنهار. علامة صح أو خطأ أمام كل عبارة مما يلي: تقتصر المصايد البحيرية في مصر على الأطراف الشمالية والجنوبية. العبارة خاطئة، حيث أن المصايد البحرية في مصر موجودة في الأطراف الشمالية والجنوبية وبحيرة قارون. تعتمد الجزائر في إنتاج الأسماك على مصائدها في المحيط الأطلنطي. العبارة خاطئة،
حيث أن المغرب هي التي تعتمد على مصائدها في المحيط الأطلنطي. تنقسم المحاصيل الزراعية إلى ثلاثة أقسام حسب كمية الإنتاج. العبارة خاطئة، حيث أن المحاصيل الزراعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام حسب الاستخدام. اكتب ما تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية: محاصيل زراعية تشغل أجزاء كبيرة من المساحات المزروعة بالوطن العربي، وتعد مصر من أولى الدول في إنتاجها. حبوب غذائية محصول شتوي يحتاج في زراعته إلى حرارة معتدلة وتربة خصبة جيدة الصرف. القمح محصول صيفي تتركز زراعته في مصر وخاصة في شمال الدلتا. الأرز تتشابه دولتي ليبيا وتونس في زراعة محصولي الذرة الشامية والأرز، الشعير والقمح، الذرة الرفيعة وقصب السكر، القمح والأرز. دولتي ليبيا وتونس بتتشابهان في زراعة محصولي الشعير والقمح. في توقعك يصعب زراعة القمح في دولة الصومال بسبب موقعها الفلكي، اهتمامها بزراعة الذرة، عدم تنوع مناخها، قلة خصوبة تربتها. طبعا يصعب زراعة القمح في دولة الصومال بسبب موقعها الفلكي لأنها بتقع في المنطقة المدارية، والقمح يحتاج إلى درجة حرارة معتدلة. تعتمد الزراعة في معظم الوطن العربي على مياه نقط: المياه الجوفية، الأمطار، الأنهار، البحيرات. الزراعة في معظم الوطن العربي بتعتمد على مياه الأمطار. يعود السبب الرئيسي لتذبذب الإنتاج الزراعي في الوطن العربي إلى نقط: الاعتماد على المجاري النهرية، التصحر، الأساليب التقليدية في الزراعة، عدم ثبات كمية الأمطار. طبعا السبب الرئيسي لتذبذب الإنتاج الزراعي في الوطن العربي هو عدم ثبات كمية الأمطار. يتميز الوطن العربي بسهولة تسويق منتجاته الزراعية بفضل نقط: تنوع المناخ، وفرة الأيدي العاملة، إقامة المشروعات الزراعية، زيادة عدد السكان. الوطن العربي بيتميز بسهولة تسويق منتجاته الزراعية بفضل زيادة عدد السكان. تقوم الزراعة في سواحل الدول العربية بحوض البحر المتوسط اعتمادا على نقط: الأنهار، الأمطار، المياه الجوفية، البحيرات. الزراعة في سواحل الدول العربية بحوض البحر المتوسط بتقوم اعتمادا على الأمطار. الدولة التي تأتي في المركز الثاني في إنتاج محصول الأرز تقع في جهة نقط من الوطن العربي. إيه الأول نعرف إيه هي الدولة؟ الدولة اللي بتأتي في المركز الثاني هي العراق، والعراق بتقع في الشمال الشرقي، الشمال الغربي، الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي. طبعا العراق بتقع في الشمال الشرقي. أي من المحاصيل الآتية يتم زراعتها في الفترة من ديسمبر إلى فبراير بمصر: الأرز، القطن، القمح، قصب السكر. طبعا من المحاصيل دي اللي بيتم زراعته في الفترة من ديسمبر إلى فبراير بمصر هو محصول القمح لأنه محصول شتوي. من خلال دراستك للظروف المناخية الملائمة لزراعة القمح نستنتج أن إنتاجه يتركز في الوطن العربي الأجزاء نقط: الجنوبية، الشمالية، الشرقية، الغربية. طبعا في الأجزاء الشمالية. يوجد بمصر أهم المصايد البحيرية العذبة في الجزء نقط: الشرقي، الشمالي، الجنوبي، الغربي. طبعا أهم المصايد البحيرية العذبة في مصر موجودة في الجزء الجنوبي حيث بحيرة ناصر. تعتمد مصر في تربية الحيوانات على نقط: الحشائش المعتدلة، الأعلاف الزراعية، الحشائش الباردة، الحشائش الحارة. مصر بتعتمد في تربية الحيوانات على الأعلاف الزراعية. ترتبط تربية الثروة الحيوانية
في شمال الوطن العربي بوجود نقط حشائش الاستيبس، حشائش السبانة، الأمطار الغزيرة، الغابات المعتدلة. الثروة الحيوانية في شمال الوطن العربي مرتبطة بوجود حشائش الاستيبس. تتركز تربية الجاموس بالوطن العربي في دولتي نقط مصر والسودان، مصر والعراق، السودان والعراق، السعودية والأردن. تربية الجاموس في الوطن العربي بتتركز في مصر والعراق. من الدول التي يقام فيها سباق الهجن دولة نقط سوريا، العراق، الإمارات، الصومال. الدولة التي يقام فيها سباق الهجن هي دولة الإمارات. وكده درس اليوم انتهى. أطيب أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.